حسين النور بعيون انطفى شايل بإيدي هالفنا نطت أمل نور الورى قربة بذاتي ودنيتي شوق المشاة دمي وصار شوق المشاة دمي وصار سيارة جديدة. أنت قالت تنزل من قيمتها. فهد حبيب مان أنا. أنت معلوم السوق كله تعبان. اسأل دور كله مكان. غريبة. ما هذا كلامك اللي أول يا بشير؟ وش اللي صار؟ أنا سمسم أول. بس انت معلوم كل السوق تعبان كل شيء غالي يسأل كله نفر احنا اهل المصلحة وتبغينا نسأل حبيبي اذا ما ضاعت السعر سيارة بناخذها معنا تقنيت السيارة وبناخذها بالليل الدوريات في كل مكان زيدنا 500 ريال والسيارة حلال عليك ما في مشكل انت راضي انا ما في مشكل طيب افتح لنا البوابة تعبان أنا أتعب أشوفك تتألم أنا أتألم الله يخليك يا يوسف علشان خاطري علشان خاطري حط بالك على عمرك الله يخليك أنا ما لي أحد في الدنيا غيرك أرجوك عبد القادر عيون أمك
انتي ليش مو نايمه؟ كيف اقدر انام وانت بهالحاله يا وليدي؟ ليش انا شنو سويت؟ ما سويت شيء حبيبي. اسوي لك هالشيء؟ لا يمه، ما لي خلق. زين نام نام مرتاح يا وليدي. وانتي؟ اذا نمت انا بنام. انا وايد متعبش معاي يا يمه. لا تقول هالحكي وليدي، لا تقول. يعني انت بهالحال مو بتعب عمرك؟ لا تصحين يا حبيبتي، لا تصحين يا يمه. وين الفنار؟ لا تحاتي وليدي، لا تحاتي. موجود موجود موجود. الحمد لله. جبيتنا امبارح وخطبني من ابوي. شو؟ ماجد جبيتكم وخطبش من ابوش؟ وانا صديقتش اخر من يعلم بالموضوع؟ بس الوالد يا فدوى رفض. ليش رفض؟ ابوي يريدني اتزوج من نصيب. نصيب؟ ولد عمش؟ هذا مو متزوج عنده عيال. كان متزوج، طلق زوجته، ابوي يريدني اتزوجه واربي عياله. اسمحي لي يا رجاء، أبوش هذا أفكاره غريبة. كلامك صحيح. نصيب يا فدوى حالته المادية ممتازة جدا. أدري حبيبتي، لكن أبوش كذا راح يسبب تعاستش. هو متى فكر في ساعاتي يا فدوى؟ هو ماجد. ماجد الله يعينه، من امبارح كل نص ساعة ويتصل يطمن علي. حبيبي طول الغيبة. وقلت لك هذا ماجد. أهلا ماجد. الحمد لله. ليش باغي قابلني؟ اكيد ورا شي. خليني كذا احسن، ما اريد ادخل بلعبة الكبار. طيب لمتى بتضلي كذا سكرتيرة يا حنان؟ تنتظري اخر الشهر؟ اوه خليني مثل ما انا احسن، وما اريد وجع راس.
صافي. استاذ صافي. استاذ صافي. بسم الله عليك لا تخاف يا وليدي. الحين بوديك المستشفى وبتصير زين. بسم الله عليك. اصبر شوي. اصبر. بحاجي خالتك فضيلة. فضيلة يوسف مريض ما أدري إيش فيه. تصرفي تصرفي. هي الجيران سيارة إجرة أي شيء. لا 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 ما نتأخر. يلا مع السلامة. يلا يلا يا وليدي. يلا بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا ولدي. بسم الله عليك. السلام عليكم. السلام. ولدنا مريض تعبان نبغى حد يساعدنا. الوالدة سير الطواري. كيف الطواري يا ولدي وانت شايف انا حرمة كبيرة ما اقدر على الروحة والردة وهذه امها مساكينة وحليلها نوبة تعبانة. انت تساعدنا ولا الوالدة؟ تفضلوا معي. كيف يا بنتي تشتغلي هنا؟ الوالدة ولدكم تعبان تفضلوا معي الطوارئ. يلا 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 بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. الحق يا وليدي صوت الحليب. الحين صار عندي معلوماتك كلها تقريبا. متى تدخل ومتى تخرج واي ساعة تروح العمل واي ساعة ترد البيت. تراك ملتزم وهذا بيساعدني اكثر على تنفيذ مخططاتي. بس لازم اخبر الحب. ايه يا ابو فدوة الناس تغيروا يا اخوي. ما عادوا الناس الاوليين. صاروا مثل السمك في البحر. كل واحد منهم يريد ياكل الثاني. انت دائما تحكم على المواضيع من وجهة نظرك يا ابو صافي وبس. تتذكر ايام زمان لما كنا نروح البحر ما كان شيء يهمنا غير ان نوفر رقة اولادنا وبس. يا اخوي انت بعدك عايش على ايام زمان. الزمن تغير. الحين اولادك اللي انت مربنهم ومشتقي عشانهم ما يفكروا الا في ارواحهم. يقولوا قلبي على ولد فطر وقلب ولدي من حجر. ايوه اي نعم انا حمود ابو صافي. ايش تقول؟ وين تروح من عندي يا صافي؟ راح تاخذ قزاك على ايدي.
وبيجي اليوم اللي بوريك فيه. لو سمحت اسال عن مريض اسمه صافي بن حمود منوم عندكم. صافي بن حمود في العنايه المركزه. في العنايه المركزه؟ ام يوسف انت تامني بالله؟ والنعم بالله. خلاص توكلي عليه، يوسف إن شاء الله اليوم بيطلع بالسلامة. بس ها ما خبرتيني ليش يوسف جالس تحت المطار؟ سألتك وما جاوبتيني. أم يوسف أسألك ما تسمعيني؟ أكيد أسألتي من هالنوع ما تعجبك، بس يكون لعلمك أنا أعرف ليش يوسف يارس تحت المطر. أقول
عليك يا نظر عين. بسم الله عليك يا بعد عمري. لا تخاف حبيبي لا تخاف. البارحة تعبت شوي وجبناك المستشفى. لا تخاف. الحمد لله على السلامة يا ولدي. الحمد لله. الله لطف فيك ورحم أمك المسكينة. سامحني يا رب.
صديقتك الدكتورة ما قادرة تحل مشكلتك؟ وليش؟ أنت تقدري تحلي مشكلتك؟ والله مشكلتك أنا قريتها. مثل القصة قيس وليلى، في نهاية القصة أنت بتتزوج ولد عمك ومجنونك راح يهيم في الصحاري العمانية. لو سمحتي يا فيض، لا تستهزئين بمشاعرنا. أنا ما أستهزئ، بس أنتوا قصتكم ما لها نهاية، غير إنك أنت تسوي إضراب عن الزواج وهو بعد. تعرفي؟ أنا مجنونة اللي جيت عندك. مع السلامة. مشكلتها وتريدني أنا أحلها، أنا إيش أقدر أسوي لها؟ صحيح لي قالوا اللي يشوف مشاكل الغير تهون عليه مشكلته، بس الحمد لله أنا فيض وما عندي مشاكل. أنا ما لازم أكتفي بالأجهزة الكهربائية، ولازم أوسع نشاطي خاصة بالأراضي والمقاولات. مصافي عهود كبير في السوق وضرب ما بالأمر السهل، وانت يا نبهان ما تقدر بسهولة. هذا معارفه قوية وفاهم السوق زين، وعبد القدير معروف بأنه يلعب بس شغله مع الصغار، يبيع ويشتري، لكنه يمتلك بعض الآليات اللي أنا أحتاجها، واللي مثل عبد القدير ممكن يخلوك أقوى في وجه صافي وأمثاله، وهذا خلاص صار تحت جناحي، أعرفه بيجي بنفسه. متى وكيف أوجه الضرب لصافي؟ متى وكيف أوجه الضرب لصافي؟ أنتوا تعرفون اني بكل سهولة قادر امحيكم من على خارطة الارض والانسانية. لا لا لا، وليش الانسانية؟ انتوا اصلا ما تنتمون للانسانية. استاذ عبد القدير، انت جالس تهين الشباب اللي خدموك بعيونهم. عسى العمى ما يجي الا في عيونهم. انتوا لصوص وحرامية ليل، تسرقون اللي مد ايده لكم وخلاكم رجال، وعندكم فلوس وسيارات. اسمعني فهد، اسمعني زين، انتوا الحثالة اللي معك، انا اللي يسموني مدوخ التجار، فهمت؟ مدوخ التجار، فممكن اضيعكم باي لحظة. ولا تنسون، لا تنسون الصكوك اللي موقعينها الي، تراها بعدها معي. فمسألة انكم تبيعون بسعر تعطوني سعر اخر، لا لا، هاي ما يمشي علي، فهمتوا؟ فالخط اللي بيني وبينكم ترى بيتغير، وارميكم كلكم في السجن. سمعت؟ ان شاء الله ان شاء الله ما يصير غير اللي بخاطرك. وعلى فكرة بشير يسلم عليكم. أقول هذه النوعية الجديدة من الأجهزة، من اللي ورد لكم إياها؟ ليش في غيره شراكة نبهان؟ نبهان صديق قديم، بس الظاهر عليه انه كبر. خلينا نشوف نبهان. نبهان الحين صار فوق،
ليش ما ارجع له وارضى لخدماتي، خاصه وانا محتاج الحين. سبق اني تعاملت معاه، ترى يدفع. خليني اتصل فيه، مو بخسران شيء. كل الأمور طيبة، بس جيت على بالي قلت نسلم عليك ونشوف إذا نقدر نلتقي. ترى أنا ما نستغنى عنك. جمعة، بغيت أسألك عن صافي. أنا أعرفك سوالف صافي معك. إيش اليوم؟ يلا عسى خير إن شاء الله. المهم خلينا نلتقي مع بعض. بيكون بيننا شغل كثير إن شاء الله. سلامة ولدكم أمي. الله يسلمك يا بنيتي، الله يسلمك يا نظر عيني، ما قصرتي، يعطيك العافية. ما سويت شيء، هذا واجبي. أهم شيء لازم ياخذ الدواء ويدير بال على صحته زين، لأن جات نزلة برد شديدة. إن شاء الله إن شاء الله. سمعت؟ يلا يلا يا بنيتي، يلا يلا. حياك حياك يا بعد عمري، حياك يا ننظر عيني. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. سلامة الغالي يا يوسف، إن شاء الله ما يشوف الشر.
الله يسلمك، الله يسلمك. مشكورة ما قصرتي، تعبناش معنا شوي اليوم. آه بس مرة ثانية ما تجلس تحت المطر، وهذه نصيحة ولا تنساها إن شاء الله. أوصلت؟ لا أوصلي عمرك، أنا بعدني شباب. يلا حسنتو. الله يسلمك، مشكورة يا الغالية. شوي شوي على عمرك، شوي شوي يا بعد عمرك. الله يهداك، خل عنك هالسوالف، لا تنبش في الماضي، وخلي اللي تحت التراب تحت التراب. انت ما تدري ايش صار فيني يوم دخلوك المستشفى، بغيت اموت. الحقيقة اللي تحت التراب لازم تشوف النور، والمجرم لازم ياخذ جزاء، لأن الحياة عادلة، لأن الحياة عادلة. أيوة عمي،